بعد زمن كورونا شاع بين بعض النقاد والمهتمين بالسينما نوع من القلق على خلفية شعور الخوف الذي تسلل لنفوسهم بشأن تراجع الإقبال على المهرجانات، تراجع يراه البعض تحصيل حاصل من جراء الانتشار الكبير للمنصات العالمية للأفلام، بالإضافة إلى انخفاض أسعار شراء الشاشات العملاقة التي أصبحت في متناول الغالبية من الناس في العالم، الأمر الذي يتيح للبعض مشاهدة الأفلام في بيته عوض التنقل إلى دور السينما سواء في الأيام العادية أو في دورات المهرجانات التي أصابها التصدع بسبب عجزها عن مواكبة متغيرات الحياة اليومية للأفراد في الزمن الحالي. معطيات واقعية تنذر بقرب آجال اندثار المهرجانات السينمائية خلال السنوات القليلة المقبلة ودخولها متاحف لتجارب ثقافية ماضية. والأكيد أن سنوات كورونا كان لها الأثر الكبير في تراجع سحر المهرجانات الثقافية على الناس، حيث شكلت منصات الأفلام الرقمية بديلاً عن دور السينما في علاقتها أيضاً بالمهرجانات. فهل ستتمكن من تعويضها نهائياً بعد حين؟ سؤال ستزودنا به الشهور أو السنوات المقبلة. وينضم إلينا من مدينة بابل العراقية مدير مهرجان سومر السينمائي المخرج نزار الفدعم. سيد نزار، مرحبا بك معنا في فكر وفن. إلى أي حد يمكن أن تكون المنصات بديلا عن الصالات السينمائية، أم أن التجربة أثبتت استحالة ذلك؟ السينما من بداياتها كانت تواجه تحديات. يعني سنة 1929 عندما ظهر التلفزيون في أمريكا كان تحدي كبير للسينما، يعني لكن فيما بعد السينما حققت مشت وحققت نجاحات ومشت في مسيرتها. في السبعينيات عندما ظهر الفيديو المنزلي أيضا كان من تحديات السينما، لكن فيما بعد تجاوزتها. أيضا ظهور الإنترنت في التسعينيات أيضا من التحديات التي واجهتها السينما. اليوم السينما تواجه تحدي حقيقي من قبل المنصات الرقمية. السينما فن جماهيري ينتعش بوجود المشاهدين رواد السينما، وهذا الفن الجماهيري حكم شباك التذاكر. يعني إذا ما في جماهير ما في أفلام، ما في دور عرض، ما في سينما. طيب. المنصات الرقمية يعني على مدى الفترة الماضية حاولت أن تسحب البساط من تحت دور العرض والمهرجانات السينمائية وتأكد حضورها. إلى حد ما هي حققت هذا النجاح بسبب توفر عوامل وعناصر، مثلا مسألة الرقابة المركزية اللي موجودة في بعض الدول وخصوصا في الدول، أتاحت دفعة المشاهدين نحو المنصات. أيضا ارتفاع سعر التذكرة في دول آسيا وأفريقيا أيضا دفع المشاهدين نحو المنصات، إضافة إلى أكو أمراض يعني ضروب بيئية أو تسميها أمراض أو هاي مثل كورونا. صحيح. أيضا دفع أن تنتعش المنصات كثيرا. يعني منصة مثل نتفليكس خلال سنة 2020 قدرت تضاعف أرباحها يمكن من 350 مليون إلى 750 مليون، يعني حسب الإحصائية اللي أنا قاري. لكن نعم تفضل أستاذ. نعم اسمح لي سيد نزار، يعني هناك عدة مراحل تعرضت فيها هذه المهرجانات السينمائية إلى تحديات كبيرة. البعض يجزم أن المنصات الرقمية للأفلام لن تكون بديلة للمهرجانات السينمائية في الغرب، على اعتبار أنه المهرجانات هناك فضاءات لتأصيل العمل السينمائي، لكن عربيا البعض يرى أن فضاءات المهرجانات هي مجرد أعراس، حفلات، موائد لا علاقة لها بالفن، وبالتالي هي مهددة بالمنصات أكثر من غيرها. ما رأيك في هذه المقاربة؟ هي مقارنة إلى يعني هو الحفلات والعروض الأزياء اللي تعقد اللي ضمن برامج المهرجانات هو هي جزء من الترفيه
يعني جزء من المهرجان، جزء من السياحة، جزء من لكن أنه لا يطغي على البرامج الفنية. المشكلة أنه أين؟ أنه بعض المشاهدين يفضلون المهرجانات ويفضلون دور العرض لأنه تتوفر عروض لا يوفرها توفرها المنصات الرقمية ولا الاستوديو المنزلي، يعني شاشة في العرض المنزلي، يعني يريد يشاهد الفيلم على شاشة كبيرة. نعم. وكمخرجين أيضا يعملون أفلامهم شاشات كبيرة محددة، نظام الأيماكس مثل كريستوفر نولان، الفيلم الأخير أوبنهايمر لا يمكن أن تتمتع به إذا ما تروح إلى دار عرض. فيلم 1917 الحربي، يعني كثير من الأفلام الآن تنعمل لا يمكن أن تتمتع بها وتشاهدها وتحس بأجواءها إذا مو ثمة شاشة كبيرة وأجواء عرض. وأيضا بدءا من لحظة الإخراج، يعني تصميم الكادرات والتكوينات، حركة الكادر كلها تخدم هذه الشاشة الكبيرة. هذا جانب مهم لا يمكن أن نتوفره لا المنصات ولا المنصات ولا العرض المنزلي. الأمر سيان أستاذ نزار، اسمح لي على المقاطعة، الأمر سيان في الغرب ولدى الدول العربية أم أنه الأمر مختلف؟ طبيعي هو الأمر مختلف. إحنا مهرجاناتنا مهرجانات مو سياحية، ترويجية لبعض السياسات، ترويجية لبعض الحكام، عرفت شلون؟ يعني مع الأسف، يعني هذا اللي أقوله بصراحة، يعني فالمهرجانات تعقد وتنتهي، يعني ما عندنا مهرجان إلا تاريخ طويل فيما عدا يمكن مهرجان القاهرة اللي بدأ بالسبعينيات وأنا كنت حضرت دورته الأولى، يمكن هذا أطول مهرجان في تاريخ السينما العربية رغم كل، والحمد لله لحد الآن مستمر. فيما عدا ذلك يمكن أكو مهرجان أو مهرجان، الباقي مثل ما تفضلت، ها تمثل عروض أزياء، أهداف سياسية، استقطاب نجوم. نعم. لأجل أنه أن يغيرون، بس تبقى. لهذا احنا بعيدين عن الغرب، الغرب يتوجه غير شيء، المنصات والمهرجانات. يمكن المنصات الرقمية فادت، وحتى المهرجانات فادت السينما المستقلة لأنه حررتها من احتكار الموزع. بالضبط. لكن الأفلام الكبيرة، والآن العالم كله يتجه إلى التخصص وإلى الأفلام اللي تكلف مئات الملايين من الدولارات كاستثمار، لأنه حتى يحققون أرباح وحتى يتخلقون. في المحصلة، نعم، في المحصلة أستاذ نزار، وباختصار جدا لأنه انتهى الوقت، يعني المنصات لن تهدد المهرجانات في النهاية. لم تهددها لأنه المهرجانات لحد الآن احتفظت بحقوقها، أنه كل فيلم يجب أن يعرض قبل أن يدخل المهرجان، وفوز أي فيلم بمهرجان هو دعاية كبيرة له. شكرا يعني جزيلا لك. لم تهدد. شكرا جزيلا لك أستاذ نزار الفدعم، المخرج وسيناريست مدير مهرجان سومر السينمائي، كنت معنا من بابل العراقية. شكرا لك.